سفيان سعدان 1994 لو موان 1 لو 20 وسط ميدان هجومي. اي واحد نقدر نقول لك في المغرب ولا في بروفيسيونيل يبغي يلعب في نادي كبير بحال نادي الفتح الرياضي، حيت كيوفر لك كاع لي كونديسيون اللي كيبغي يلعب. نادي بروفيسيونيل ما عندوش مشاكل ماديه ولا شي حاجه فاللي كنعانيو منها في البطوله الوطنيه. نادي كبير بالالقاب ديالو باللعاب اللي دوز في المشوار ديالو الكره. كما كيعرف الجميع الفتح غادي بواحد استراتيجي اللي بروفيسيونيل تي داروا دي ريكروتمون مع دي جون جوار، والحمد لله انا دخلت في هذه المنظومه وكنتمنى ان شاء الله نعطي الشيء الاضافي لفريق الفتح. وليد الركراكي كان عز عليا وانا ملي كنت كنتفرج فيه في ليكيب ناسيونال، ومدرب كبير تبارك الله غادي تحقق واحد الانجازات كبيره مع نادي فريق الفتح الرياضي. كان واحد جمهور الفتح الرباطي اللي يتشقوا فيا، وان شاء الله غادي يكون الخير ان شاء الله. وكنطمح ندي مع الفتح القاب شامبيون د ماروك وشامبيونز ليغ ان شاء الله. الحلم ديالي نعطي اول شيء الفريق الفتح اللي وضع فيه الثقه، نعطيه الشيء الكثير ونحترف ان شاء الله.